السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في قناة سالم السادة. اليوم سوف نتعلم من سلسلة تعلم نظام لينكس في الحلقة 39. أولا أحب أشكركم لأن تابعتوا السلسلة إلى الآن في حلقة 39. في هذه الحلقة سوف نتعرف عن بعض المفاهيم الجديدة وبعض الرموز الجديدة التي سوف نقوم بتطبيقها على فور لوب أو فور الشرطية. أولا قبل أن نبدأ كالعادة، نحب أن نبدأ في مقدمة. عندما تتعلم شيء جديد اذكر المصدر الذي تعلمت منه لكي يعم العلم لدينا، وتكثر المصادر وتكون أيضا أكثر موثوقية في حال مشاركة المصدر. وبالتوفيق والنجاح لك إن شاء الله. الآن نتعلم طريقة طباعة الملفات فقط. أولا قبل كل شيء اكتب ls -L. كما تشاهدون هذه الهدين الملفات سوف نقوم بطباعتها عبر الفور الشرطية، ولكن نرغب فقط من طباعة الملفات أي لا تحتوي عن الدايركتري أو المجلد الذي يبدأ بحرف D. فكيف نقوم في كتابة ls-l وثم 5 الذي تعلمناه في الحلقات السابقة، وثم اكريب وثم اكريب، وثم نقوم بعمل السينجل كوت الفاصلة المنفردة، وثم هذه العلامة تعلم ما اسمها. إن كنت تعلم ما اسمها فقم في عمل تعليق لنستفيد جميعنا. الآن نقوم بلقها. كما تشاهدون هذا السهم المرتفع أو السهم المتجه إلى الأعلى يرينا أو يظهر لنا أول نتائج الناتج الأول، لنقوم بالتطبيق على حرف D لنرى. كما تشاهدون ليس لدينا الدايركتري، وهو يقوم باختيار الدايركتري أو حرف D في المقدمة ويتجاهل أحرف D البقية في سلمد وسعد الآخرين. الآن كما تشاهدون درسنا اليوم على الملفات السهم الأعلى clear وثم نذهب إلى الملف الشيل. نقوم بإنشاء السكريبت هنا، نقوم باستبدال دايركشن في PWT ليقوم في طباعة المسار الحالي، الوار يقوم بطباعته، وثم نقوم بحذف هذا النص، ونقوم بعمل ls-l نقوم بإغلاقه باكورد وأيضا حفظ للملف. والآن نقوم في طباعة الملف أو تجربته. كما تشاهدون قام بطباعة الملف ولكن بشكل غير مرتب، لنعمله بشكل مرتب دبل كوت أو الاقتباس المزوج، وثم نقوم بعمل البايب أولا لنتأكد من الشكل. البايب كما تشاهدون قام بطبعه بشكل مرتب أولا، بعد أن نقوم بعمل بايب وثم اكريب وثم الفاصلة المنفردة وثم علامة السهم المتجه إلى الأعلى وثم هايفن، وثم نقوم بإغلاق علامة الاقتباس المنفردة وحفظ الملف. والآن نقوم بتطبيقه. الآن كما تشاهدون قام بتطبيقه بالنجاح، ونجح الأمر معنا وقام بطباعة المسار الحالي. نرغب بإرسال هذه النتائج إلى ملف معين، نستطيع من إرسالها مثلا إلى ملف FR. نقوم بحذف هذه النتائج ثم حفظ، وثم نقوم في عمل علامة السهم المتجه إلى الجهة الأيمن أو arrow right، ثم نقوم بكتابة ffr.txt وثم حفظ. والآن نقوم بتطبيقه هنا، والآن كما تشاهدون هذا هو الناتج، والناتج الآخر ذهب إلى الملف. الآن نقوم بعمل refresh. كما تشاهدون هنا الناتج هنا. الآن نتعلم طريقة إنشاء الملف عبر الفور لوب. أولا نقوم في عمل هنا
التاتش نقوم بإلغاء الإيكو لأنه يقوم في طباعة التاتش في التيرمينال ولا يقوم في تنفيذ الأمر، أي من طباعة الأمر وتنفيذ الملف وإنشاء في الديسكتوب فقط يقوم في طباعة الملف. نقوم في عمل تاتش لنعطي أمر إنشاء الملف، وضع الفراغ بين إيكو وتاتش. إيكو يقوم بالطباعة فقط في الترمينال. الآن كمثل هذا للمثال الأعلى لدينا هنا إيكو هوم سيرمساعد ديسكتوب. الآن لنشاهد هل هي متواجدة في الملف في السطر الأول؟ كلا، كما تجد إيكو فقط يقوم في الطباعة في الترمينال. الآن تاتش، مثلا نقوم بإنشاء ملف اسمه لوجر. الآن حفظ. الآن نقوم في تطبيقه. الآن قبل بإنشاء في الديسكتوب لنشاهد نجح الأمر معنا. نرغب في إنشاء أكثر من ملف عبر فور لوب. كيف؟ أولا لدينا سيكونسي أو التسلسل. لدينا سيكونسي، نقوم بعمل what is sequence seq operate a sequence of number، أي يقوم بطباعة الأرقام التسلسلية. مثلا نقوم بإضافة الباكورد وثم سي وثم واحد إلى ثلاثة وثم نقوم بإضافة وثم حفظ. الآن ماذا تعتقدون، هل ينجح الأمر أو يفشل معنا؟ انتر. الآن نجح الأمر، ولكن هنا مشكلة. local وواحد واثنان وثلاثة، أي اسم الملف ليس متصل مع الأرقام. أولا كيف نحل هذه المشكلة؟ هنا الفراغ، نقوم بإلغاء السبيس أو الفراغ وثم حفظ الملف وثم من تطبيق مرة أخرى. الآن كما تشاهدون إنشاء الملف، ولكن الاثنين وثلاثة منفصلة على اسم الملف، أي فقط local one هو متصل على الرقم الأول. كيف نقوم بحلها أيضا؟ نقوم من استبدال pwd إلى c واحد إلى ثلاثة، وهنا أيضا نقوم في طباعة local الاسم الملف، اسم الملف أي تستطيع من تسمية أي شيء تشاء، وثم علامة الدولار بار. هنا نستطيع أيضا من استبدال البار إلى مثلا pwd لمعرفة المسار. بار هنا تضع لنا السيك إلى واحد إلى ثلاثة. الآن حفظ الملف وتقوم بإنشاء الملف. نشئ الملفات. الآن نجحت إنشاء الملف. كما تشاهدون إنشأت الملفات الثلاثة إلى الديسكتوب أو سطح المكتب. الآن لنشاهد كما تشاهدون local one local two three إنشأت الملفات ومتصلة مع الرقم. ومع السلامة، نلقاكم في فيديو جديد يا رائدين المستقبل. شكرا لكم.